كيكة الجزر بالخلاط أضفنا 3 بيضات مع كوبين من السكر وكوبين من الجزر وتقريبا 3/4 كوب من الزيت، خلطناهم منيح بعدين أضفناهم داخل بولة، أضفنا عليهم شوية من الفانيليا، ملعقة صغيرة من القرفة، جوز الطيب، كبش قرنفل اللي بدكم إياه، وبعدين أضفنا المواد الجافة المكونة من كوبين طحين وملعقة كبيرة من البيكنج باودر، خلطناهم كل مع بعض، أضفناهم في قالب حطينا فيه طحينية أو طحين مع شوية من الزيت، دخلناه على الفرن على 160 مئوي إذا كان فرنك بمروحة لمدة ساعة، وإذا كان فرن عادي على 180 لمدة 45 دقيقة. لما طلع من الفرن أضفنا عليه علبة حليب من الحليب المكثف مع 4 ملاعق كبيرة من الكاكاو وملعقة من الزبدة، ذوبناها وعملناها زي التوبينج، وصحتين وألف عافية. كيكة الجزر بالخلاط، كوبين جزر، 3 بيضات، 3/4 كوب زيت، كوبين طحين، كوب ونصف سكر، برش برتقالة، ملعقة كبيرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة قرفة، نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب، ملعقة فانيلا. للوجه راح نحتاج لعلبة حليب مكثف، 4 ملاعق كاكاو، ملعقة زبدة. الكعكة هاي طبعا من أطيب الكعكات ممكن تتخيلوها، وطريقة سهلة جدا تتسوى كلها بالخلاط ما عدا الطحين طبعا. أضفنا هون 3 بيضات داخل الخلاط، هاي 3 بيضات، ومنضيف يا حبايبنا 3/4 كوب من الزيت، تمام، منضيف السكر حسب المقادير، ومنضيف الجزر يا بطاها، بس راح أضيف نص كمية الجزر وبعدين بضيف الجزر كامل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل ما تبقى من الجزر. تقريبا 4-5 دقائق. 4-5 دقائق حتى الجزر يصير ناعم. اوكي هون، اوكي على جنب هون، تعمل التوبينج. ما بعرف اذا صوتي واضح كثير، احنا نسال المخرج. ممتاز ممتاز، روعه. طيب اضفنا اذا حليب المحلى المركز مع زبده، راح اشغله حتى يسخن وبعدين بضيف الكاكاو عليه. خلص دوشنا صح؟ خلص بكفي. طيب اذا بعد ما خلطنا الجزر كله، الان الكيكة هاي مش كيكة جزر مبروش، جزر يا سلام هالمنظر ما اجمله. تمام، هاي طبعا المواد السائلة يا ابو طه. تمام، المواد السائلة. تمام، راح نضيف لها، راح نضيف لها الفانيلا وبرش البرتقال. تمام، وراح اخذ شويه من القرفه وشويه من جوز الطيب او القرنفل حسب انتو ما بتحبوا. هاي قرفه وجوز الطيب حطيناهم. المواد الجافه اللي عندي اللي هي عباره عن كوبين طحين ابيض وملعقه كبيره من البيكنج باودر، فيكم تضيفوا نص بنص بيكنج سودا مع البيكنج باودر كمان بصير يا حبايبنا. وبعديها رحين نضيف الطحين آخر شيء على المقادير الأولانية يا أبو طه. حليب مركز، أضفنا زبدة. تمام، لا منضيف 4 معالق من الكاكاو. تمام، هذا التوبينج تبع إيش يا بطاها؟ تبع الكيكة. أيوة حلو. إذا هون إحنا
خلطنا المزيج السائل مع المزيج الناشف ودهننا قالب الكيك يا أما بطحنية يا أما ادهنوا بشوي من الزبدة ومن ثم أضيفوا عليه يا حبايبنا الطحين اللي بدكم إياه يعني. تمام. القرار قراركم. تمام. وطبعا بدنا ننعم هذا الخليط كويس كويس زي ما انتم شايفين حتى يصير يعني زي الشوكولاتة. طبعا فيكم تضيفوا او تسووا توبينج للشوكولاتة او حتى ممكن تسووا توبينج من الكريم لما شيز. نحكي توبينج يعني هذا راح يجي يعني على الكيكة من فوق. أيوة. بس تنخبز. ايوه بالضبط. بس تنخبز بالضبط. تمام. فانت سؤالك وينها وينها ايش صح اللي بدك تخبزها هيها بدك تخبزها بس يعني بقول نستنى ساعة يا معلم ها ما اقول نستنى ساعة ان شاء الله بدك تسوي سحر طبعا سحر اه السحر التلفزيوني هذا والله سمير شايف بتقلب حالك يعني بعرف انك ساحر بتقلب حالك يا سمير والله بعرف انك ساحر وساحر كبير كمان ساحر كبير يا ابو عون اذا بعد ما نضيفها في هالقالب يا حبايبنا بنوديها على فرن حرارته بنوديها هلا بالله لالا يلا هلا بالله لالا يلا بعد الساعة الكاملة شفت كيف؟ هاي يسعد قلبك يا بطاطا يلا اذا بعد الساعة الكاملة يا حبايبنا بتطلع عنا هالكيكة طبعا على حرارة 160 اذا كان فرنك في مروحة واما اذا كان فرن عادي بده يكون على 180 الوقت تقريبا انا هون امبارح اخذ معي بالضبط 57 دقيقة بفرن المروحة تمام الفرن العادي بدكم تنتبهوا له بدهاش نار قوية لانه هاي بدها تنطبخ شوي شوي وحتى تستوي من جوا تمام الحق 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 طيب مثلا لو انه مثلا اعطيناها ولهذا لازم يكون توبينج بس ما يفوت يتغلغل بالكيكه من جوا لا لا اذا حبيت خليه يتغلغل ممكن تسوي شقوق بالسكين مثلا صح هذه هذا هو التوبينج تبعها ايوه يا سلام طل الدموع دموع 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 أيوة. دموع كمل ابو عون كمل كمل في اماكن متجاي ليها خلينا كمل الله يرضى عليك يا ابو عون كمل يعني هي هاي كيكة بيتية صح حبيبنا يا بطا هذه كيكة بيتية يعني فيش داعي تتكلم يعني جايين كمان عشتوية والآن الحلويات بتولع على طول يا بطا وهي سخنة شوية من الله جوز الهند على وجه هيك حتى ايش نعطيها شكل جميل ايوه